فنانين في الخط العربي من كل انحاء العالم العربي، مش بس كده، ومن خارج العالم العربي في ناس مشاركين من ماليزيا ومن اثنين، انه في اجيال عديده جدا، وانا سعيد انه في شاب عنده 17 سنه وشاب عنده 23 سنه الاثنين مشاركين في المعرض. ده معناه ان الخط العربي كفن والخط العربي ما زال بيلقى اهتمام من الاجيال. ايضا انا ملاحظ ان في نسبه كبيره من الفنانات العربيات تموا بالخط العربي والخط العربي ومشاركين. انا شفت عدد كبير من الفنانات والكاتبات من مصر ومن الموصل في العراق، سعيد بيها فاطمه من الموصل ومن دوله الامارات العربيه المتحده، وانه العبارات اللي كتبوها الفنانه اللي من الامارات اخذت ايه من القران الكريم واخذت مقوله لفرانسيس بيكون المعرفه قوه، اللي هي المعرفه قوه، علشان تثبت او تؤكد ان الحق العربي قادم للعالم العربي ومع كل الكلمات. اثنين، انا ملاحظ مزج بين الفنون الحديثه والخط العربي، سواء فنون تشكيليه او فنون الطباعه والجرافه والغير، وده بيؤكد ان الحرف العربي والفن العربي قادر على ان يتعامل مع احدث المدارس الفنيه واحدث الاشكال الفنيه، وان تراثنا العربي اذا احنا اهتمينا به وجددناه وطورناه هيكون مفيد لينا وهيتجاوب مع ادوات العصر الحديث.